النهارده هنتكلم على الورك شيرنج مونيتور، بس قبل ما نتكلم على الورك شيرنج مونيتور خلينا نتكلم الاول على التيم ورك والمفروض الناس تشتغل ازاي مع بعض على الريفت. يعني هنشبه الموضوع مع بعض بمثال كوره شويه. هنعتبر ان احنا عندنا في تو تيمز، الريفت تيم فيرسز الريفت اليمنتس، فرقتين هيلعبوا بعض، فرقه بالاحمر وفرقه بالابيض. الريفت تيم دوره ان هو يعمل اتاك طول الوقت على الريفت اليمنت، يعني دوره طول الوقت من بدايه المشروع لغايه اخر المشروع عمال بيعمل اتاك. وعلشان نشتغل مع بعض كويس لازم يبقى خلينا نقول المدير الفني بتاع الفريق اللي هو البيم مانجر او البيم كوردينيتور يكون حاطط خطه محكمه وخطه مظبوطه جدا للفرقه ان هي تشتغل مع بعض. طيب ايه هي افضل خطه نشتغل بيها في الريفت؟ خلينا نقول بسميها شويه الريفت التيكي تاكا. الناس اللي فاهمه كوره كويس هتفهم قصدي ايه بالموضوع ده. هي بتبقى خطه ان انت بتعمل كويك باس جوه مع التيم 1 2 3 زي ما احنا شايفين قدامنا في السكرين. في ثانيه بتلاقي الباس ما بين البارت ده والبارت ده والبارت ده، وفجاه خلاص بتحط الجون. فهو هي دي الفكره. يعني لو فكرت فيها بنفس الطريقه هتلاقي ان كل واحد من التيم نفسه عارف البوزيشن بتاعه فين، عارف هيعمل ايه، عارف هيشتغل مثلا على الفساد، واحد هيشتغل على الانترنال موديل الفساد حتى لو كبيره شويه، واحد هيشتغل على البوديوم، واحد يشتغل على التاور، واحد يشتغل على جزء من هنا، واحد يشتغل على جزء من هنا. مفيش حد بيتخطى البارت بتاع التاني. طب الناس دي ما بتقعدش تعمل سحر وشعوذه عشان تعرف كل واحد فيهم الزوم بتاعه ايه؟ لا، هو بيبقى فيه فعلا خلينا نقول مش هقول تريننج، بس مع كتر الشغل مع بعض بنبدا نفهم بعض ونبدا نعرف كل واحد شغال ازاي. طيب ايه علاقه ده بالورك شيرنج مونيتور؟ الورك شيرنج مونيتور بيساعدك ان انت تبدا تعمل كنترول على الشغل اللي بيعمله التيم بتاعك، بحيث ان انت تبقى عارف كل واحد بيعمل ايه، كل واحد عمل سيف امتى، في واحد مثلا عمل حاجه غلط، وهنشوف الكلام ده ونشرحه بالتفصيل ان شاء الله. خلينا نتكلم بقى على الورك شيرنج مونيتور ونتكلم على ال 5 W plus 1 H. 5 W's اللي هي ال what وال where وال why وال who وال when، وال H اللي هي ال how. طيب نمسك اول واحده وهي what. ايه هو السوفت وير ده؟ ايه هو الورك شيرنج مونيتور؟ هو عباره عن بلجن او ادن بينزل على الريفت. الناس اللي بتشتغل على قبل 2018 من البلجن ده انا بشتغل بيه من سنه تقريبا 2007. كل ما بينزل فيرجن جديد للريفت بينزل على الاوتوديسك ويب سايت، تقدر تعمل له داونلود من هناك لو انت عندك اكونت على الاوتوديسك. زي ما احنا شايفين الويب سايت قدامنا على السكرين. بعد ما بتنزله بتقدر ان انت تبدا تشتغل بيه، بس اهم حاجه تفتحه ازاي. طيب الاقيه فين؟ وير الاقي السوفت وير ده موجود فين؟ يا اما موجود جوه الريفت بتفتح ادن وتروح جاي فاتحه من الادن زي ما احنا شايفين على السكرين، او ان انا من على الديسكتوب وده الايكون بتاعه بقدر ادوس كليك على الديسكتوب فيقدر يفتح لي الورك شيرنج مونيتور. طب ليه محتاجه؟ حاجات كتير جدا. في ناس هوايتها انها تتعب التيم اللي شغاله معاه، تلاقيه مثلا قاعد ساعتين ثلاثه اربعه اليوم كله قاعد ما بيعملش سيف، فبتقدر تعرف منه اخر سيف كل واحد من التيم عمل امتى، لان هو بيبقى شايف اليوزر نيم بتاعك في الريفت، بيبقى عارف مثلا فلان مثلا اكس مثلا واي وزد بيشتغلوا مع بعض. فانا مثلا زد مثلا بقول ده فلان ده ما عملش سيف، فبروح اقول له اعمل سيف علشان انا مش ابديتد واحد مثلا كان فاتح الفايل وشغال عليه وانا مش عارف اذا كان قفل الفايل ولا لسه فاتحه عنده. بقدر اعرف من الورك شيرنج مونيتور مين اللي لايف معايا على الفايل، مين اللي بيبقى فاتح الفايل وشغال معايا. ساعات مثلا تبقى انت قاعد في الشغل وشغال وتلاقي فجاه في ناس من تيمز ثانيه بتفتح المودلز وانتوا شغالين، وفي حاجات بتتمسح وحاجات بتطير وتبقاش عارفين مين اللي عمل الكلام ده كله، وتلاقي كل واحد عمال بيتهم الثاني. برضو تقدر تعرف مين اللي دخل من الموضوع ده. في بقى ناس ظريفه جدا، الناس دي هوايتها انها تشتغل على السنترال فايل، فوقته كده يجي يروح جاي فاتح عامل دبل كليك على الفايل ويفتح سنترال فايل يبقى شغال عليه. ده بيعمل مشاكل كبير جدا، لان بتيجي في اوقات بتلاقي نفسك انت مش قادر تعمل سيف، يا اما هو مش قادر يعمل سيف. فطبعا واحد منكم بيضطر يضحي بالشغل اللي عمله. فده السوفت وير بيجيبه، يعني خلينا نقول ايه، بيمسكه من قفاه كده يقول له تعالى، بيبان الاسم بتاعه ويبان جنبه ان هو شغال على السنترال موديل او اللوكال موديل، ولو هو شغال على السنتر بيعمل هايلايت عليه باللون الاحمر، تلاقي الاسم بتاعه باين كده باللون الاحمر. فتروح جاي رايح محذره اول مره، تاني مره ممكن تحذره تاني، تالت مره ممكن تشد فيشه الكمبيوتر وما تخلوش يشتغل معاك على المشروع تاني. زي ما قلنا ان ممكن ناس من تيم تانيه تقدر تشتغل معاك، تبقى بتفتح مثلا فايل يعني
دايما انا بقول للناس مثلا في المكتب عندنا، بقول لهم اللي حابب يفتح مشروع مش شغال عليه ممكن يعمل ديتاتش للفايل ويفتحه، بحيث ان هو لو حابب ياخد منه حاجه عشان ما يضرش التيم اللي شغال. طيب هو مين المفروض يستخدم البلاجن ده؟ من وجهه نظري كل الناس، كل الناس اللي بتشتغل على المشروع لازم تشتغل بيه يعني. طيب الخمسه وين امتى نشتغل بيه؟ لما تكون شغال بالورك شيرنج وعندك سنترال مودلز وشغال بيها، هي دي المرحله اللي انت بتبدا بيها. لما بتشتغل على فايل عادي مش هيشوف اصلا اي حد موجود، لان هو مش شايف الورك شيرنج اكتيفيتد في الفايل عندك يعني. فما لهوش لازمه لو انت بتعمل موديل، يعني انا افضل طبعا في كل الاحوال يبقى في سنترال مودلز، لان ممكن في اي وقت حد يخش يساعدك. ففي الحاله دي تلاقي نفسك دايما محتاج تشتغل بيه. نوصل للاتش والهاو. البرنامج ده بيشتغل ازاي؟ البرنامج بسيط جدا، هو ويندو، المين ويندو بتتفتح اول ما بتفتح الريفت، بتاخد وقت شويه بس على ما بتاخد ابديت من الموديل نفسه. فلو فتح يعني لو فتح الريفت وفتحت الورك شيرنج مونيتور وما لقيتش فيه داتا موجوده، استنى شويه على ما بيلقط من السنترال موديل الانفورميشن كلها. بيبقى متقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني وده الجزء المهم اللي فيه السنترال فايل اكسس، ده دي الفايلز اللي هي بتبقى بتشوف قدامك مين اللي شغال عليها. لو انت فاتح اكتر من فايل بيبقى فيه اكتر من ويندو باين في السنترال مودلز المفتوحه ومين اللي شغال عليها. يعني لو فتحت 3 فايلز بتلاقي فيه فايل الاسم الاولاني بتاعه والاسم الثاني والثالث، تقدر تكليك وتشفت ما بين الاثنين تشوف مين فيهم اللي انت محتاجه. الجزء الثاني الاديت ريكوست، لو في اي ريكوست معمول له بقى موجود عندك. والجزء الثالث اللي هو النوتيفيكيشن، ده اللي ليه علاقه بالفايل. في جزء مهم قوي برضو انا بصراحه بشتغل بيه دايما، وهو السيستم بيرفورمانس، وده بيبين لك الفيزيكال والفيرتشوال ميموري للكمبيوتر بتاعك. هستفاد منها ايه؟ انا بتعلم منها واشوف الفايلات اللي انا عملتها تقيلة، في مشاكل مع نتورك. طب المره الجايه مثلا مش محتاج ان انا اكبر الفايل بالحجم ده، ممكن اصغره شويه. فبتلاقي نفسك مع الوقت كل ما بتعمل مونيتور على الحاجات دي كلها بتلاقي ان انت تقريبا خلينا نقول يعني بتتفادى اخطائك في المراحل اللي بعد كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب. شكرا.